نبدأ اليوم الحلقة الثانية من تطعيم شجرة الفستق. نأخذ الطعوم من الشجرة المثمرة، مجموعة الأغصان، هذه الأغصان، ثم نبدأ بقص الورقة بهذا الشكل، وذلك للتمييز ما بين البرعم الذي سيعطي ثمار والبرعم الذي يعطي براعم طبيعية والتي يمكن تطعيم منها. بعد قص الأوراق بهذه الطريقة بهذا الشكل، أيضا على سبيل المثال جئنا بغصن فيه ثمار للسنة القادمة، وهذه الثمار درسنا اليوم أن نميز بينها، ما بينها وبين الأغصان التي يمكن تطعيمها والأغصان. إذا هذا غصنان، الغصن الأول هذا للتطعيم وتخرج منه براعم، هذه البراعم لا تحمل ثمار وإنما تحمل مجموع خضري أوراق. نرى أن البرعم في باطن الورقة أو في أبطى الورقة التي تم قطعها بشكل مثلث وملساء بهذا الشكل، شكلها مثلث وملساء، وهذا البرعم هو للتمييز، هذا برعم لا يحمل ثمار وإنما يمكن تطعيم منه ويمكن قطعه بالطريقة التي سأشرحها بعد قليل. وللتمييز ما بينها وبين البرعم الذي يحمل الثمار للسنة القادمة نرى هذا البرعم الآخر، نرى أن البرعم الثاني فيه مجموعة حراشف صغيرة وتميل إلى اللون الأسود، وفي بداية عمل في بداية نموها تكون ذات لون أحمر. هذه البراعم لا يمكن تطعيمها، هذه البراعم ستأتي في السنة القادمة وتثمر عناقيد من الفستق الحلبي. وأنا تقصدت في هذه المدة أن أطيل مسافة الحلقة الثانية حتى يتم في الوقت المناسب نشر الفيديو المناسب. الآن نحن في 3 حزيران أو 4 و2 حزيران، وهذا موعد تطعيم في بلاد الشام، تطعيم نبات الفستق. إذا درسنا اليوم ميزناه ما بين الطعم اليساري والذي يمكن أن نقوم بتطعيم الشجرة منه هذا، والبرعم الآخر وهو برعم ثمري لا يمكن تطعيم منه. لذلك يتم تطعيم الغصن اليساري والغصن اليميني للإثمار في السنة القادمة، ولا يمكن أخذ الطعوم منه. انتهينا من هذا الكلام وتم حفظ هذا الكلام. إذا نبدأ بقص البرعم، ويجب أن يكون بسكين بهذا الشكل. إذا أولا نضع مستقيم أعلى البرعم بهذا الشكل، انظروا حتى نعطي الفيديو حقه الطبيعي. إذن أولا مستقيم بشكل أفقي فوق البرعم بسنتيمتر تقريبا، ثم حفر جانبي أيضا بهذا الشكل وحفر آخر بهذا الشكل، ويصبح مستطيل قاعدته السفلية بشكل مثلث، نصنعها بشكل مثلث بهذا الشكل إذن نقوم بصناعته بشكل مثلث. إذن بعد القص من البرعم الذي يتم تطعيم شجرة الفستق منه، نقوم بليه بشكل، نضغط بالإبهام والأصبع الكبير ونقوم بقص بخلع الغصن بهذا الشكل. عند خلع الغصن أو الورقة واللحاء الصغير هذا أصبح شكله مميزا، انظر إلى شكله، لا ننظر إلى اللحاء التي تم قصها ولكن ننظر إلى مكانه. يجب أن تكون هناك فتحة متطاولة، بهذا الشكل. إذن إن بقي بقايا من البرعم الصغير
هذا البرعم الصغير إن بقي قليل منه في هذه الحفرة فإن الطعم لا ينفع. لذلك الطعم لا ينفع إلا إذا في كل مرحلة يجب أن نعمل بشكل مناسب. إذا هذا هو مكان الطعم، انظروا إلى مكان الطعم. هذه اللحاء، هذه قطعة اللحاء، هذه هي قطعة يمكن تطعيمها على شجرة الفستق و ستنمو بعد 10 أيام إن شاء الله. طبعا هذه نعيد شكلها الرئيسي ثم نقوم بقصها. إذا أهم نقطة في الموضوع أن نخلعها بهذا الشكل وأن نضع أصبعنا ونفرمه قليلا، يعني خلعه مع الضغط قليلا بواسطة الإبهة. انتهى درسنا اليوم لهذا اليوم، وأنا تعمدت أن أقوم بهذه الحلقة بعد مدة طويلة. وطبعا حتى يكون الوقت مناسبا للتطعيم ويكون العمل عمل حي وليس عمل نظري، وإنما عمل يعني العمل يكون عملي وظاهر وفي الحقل. وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنقوم بمشاهدات حقلية مع تطعيم هذا الغصن الذي نراه، نطعيم هذا الغصن اللحاء على شجرة فستق طبيعية، ونتابع معكم مراقبة تلك الشجرة ومجموعة الأشجار ونرى في حال نموها. وطبعا كل ما كان دقيق العمل كل ما كان نتيجة العمل أدق. كان معكم من ريف حلب عبد العيسى، أشكر متابعتكم وإلى اللقاء.